السادة والسيدات الحضور، أهلا وسهلا بكم في حفلنا ثلاثية العود الذي سيتنوع بين العزف المنفرد على العود والعزف الجماعي بصحبة الأوركسترا، وسوف يتزين أيضا بمعزوفات عالمية وعربية شهيرة. أتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ومليئة بالتحليق مع نغمات العود. حضورنا الكريم، رحبوا معي بعازفي الأوركسترا. ونرحب بقائد الأوركسترا الذي قام بتوزيع كل المعزوفات لهذا الحفل، المايسترو جوفاني باسيني. ونرحب أيضا بعازفي العود القطريين المبدعين، أنامل تنطق وتر العود فيشدو، العازف عبد العزيز صالح. العازف محمد الخزاعي. العازف علي الخلوصي. حضورنا الكريم، أولى المعزوفات لحبيبتنا الغالية التي نحتفل بها كل يوم، ومعزوفة يا قطر أنت الحياة من ألحان الفنان القطري الراحل عبد العزيز ناصر.
شكراً لعازفين المبدعين على هذا التناغم الرائع وإحياء ذكرياتنا مع هذه المعزوفة التي تتغنى بقطر فتوحد القلوب على الحب والولاء. والآن مع العازف القطري علي الخلوصي صحبة الأوركسترا ومعزوفة معها، سنسافر غربا لنلامس الفن العالمي مع معزوفة الموسيقار يوهان سيباستيان باخ من المتتالية الثانية مينيويت أند باديناري. شكراً للعازف علي الخلوصي ولأنامله الدافقة بالإبداع والذي أمتعنا بهذه المعزوفة. والآن مع العازف القطري المبدع محمد الخزاعي. سنطرب بمعزوفة ليلة لو باقي ليلة لملحنها القدير الفنان عبد الرب إدريس.
Thank you.
شكراً للفنان محمد الخزاعي وفرقة كورال حفل قطر الغنائي على هذه الطربية الإبداعية التي حلقت بنا في سماء الموسيقى. ومع العازف القطري المبدع عبد العزيز صالح ولحن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يمسافر وحدك.
شكراً لهذه المعزوفة الرائعة. ونحلق في سماء الفن العالمي ومعزوفة بيتهوفن الشهيرة مع الحركة الأولى من السيمفونية الخامسة. Thank you.
Thank you.
وهنا نصل إلى مفاجأة هذا الحفل ومعزوفة اللونغا للموسيقار رياض الصنباطي، والتي نختتم بها هذا الحفل.
حضورنا العزيز، لقد شرفتمونا بحضوركم، شكرا لكم، ونرجو أنكم استمتعتم معنا في هذه الليلة الموسيقية، ودمتم بألف خير.